السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام، هذا عود جديد لرد من الردود القوية على الانحرافات الفكرية. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نطرح قضية والله قد تبدو للعوام على أنها من قضايا الخير التي يجب علينا جميعا أن نتكاتف من أجلها، لكنها والله ليست من هدي الصحابة ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست هذه القضية قضية تكاتف مجتمعي ولا قضية تعاون على البر والتقوى، إنما هي من باب الانحراف الفكري الذي يتبناه يعني أدعياء الدين يخرجون على الناس بمثل هذه الأفكار المنحرفة، يصورون للناس أن هذا من باب قول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ودائما يحتجون عليك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة، ويقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم كهاتين وأشار بإصبعي السبابة والوسطى. نعم، أريد أن أؤكد أن كل منحرف، كل ضال، وكل مدعي من أدعياء الدين لابد أن يتلمس يعني شبهات يضلل بها على الناس. فهذا الأمر الذي أريد أن أعلق عليه إنما هو قضية تجهيز اليتيمات. تجهيز اليتيمات بين شرع الله الحكيم وبين ضلالات أدعياء الدين. بين شرع الله الحكيم وبين ضلالات أدعياء الدين. ولا بد أن نصل للمسألة أولا بأن الله تبارك وتعالى إنما لما بين أنه شرع الزكاة وشرع الصدقات وشرع مثل هذه الأموال التي من حق الفقير، إنما رغب الفقير في أن يزهد في مثل هذه الأموال، لا يعتبرها من باب المغنم، إنما يقول ربنا تبارك وتعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. يعني لابد أن يعلم أن هذه الأموال، أموال الزكاة وأموال الصدقات، إنما هي من باب الأرجاس التي لا تحل إلا لضرورة، كما أحل ربنا تبارك وتعالى الميتة. هل ربنا أحل الميتة عشان خطر أنا أبقى مستريح أو مبسوط، أو فلان مستريح مبسوط يعدي لجي ميتة يقول لك ما ربنا حللها هات احنا ناكلها؟ لا، إنما أحل ربنا تبارك وتعالى الميتة التي حرمها لاستبقاء الحياة. يقول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام، إلى قوله: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يعني اضطر في مجاعة، كما قال: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هو ربنا أحل الميتة للي أوشك على هلكة عشان يستبق بها حياته، لكن ما أحلش الميتة عشان خاطر كل واحد يلاقي ميتة يروح واخدها بالمرة يأكلها ويقول لك ما ربنا حللها. كذلك لما أحل ربنا تبارك وتعالى أموال الصدقات وأموال الزكوات وأموال النذور وأموال الكفارات وأموال الفدية وأموال الهدي، إنما أحلها رغم أنها من الأرجاس فلا تحل إلا للضرورة، بل وزهد ربنا تبارك وتعالى في طلب مثل هذه الأمور، حيث جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يعني يطلب صدقة، فقال له النبي: أما عندك من شيء؟ ما عندكش حاجة؟ قال: عندي حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب وأتني بهما. يعني الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: يا أبا بكر أو يا عمر أو يا عثمان هات من أموال الزكاة أو هات من أموال الصدقات وأعطي الرجل، إنما لما رأى فيه القدرة على العمل قال له: اذهب واحتطب وبيع، ولا أرينك إلا بعد 14 يوما. فذهب الرجل وعاد بالمال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير لك من أن تأتي المسألة نكتة سوداء في وجهك يوم القيامة. إذن أنت لازم تعلم أن المشرع رغم أنه أباح مثل هذه الأموال،
إنما جعلها من أرجاس الناس وزهد الناس في الإقبال على مثل هذه الأموال، بل من كان لديه القدرة على العمل وجب عليه أن يعمل ويستعفف عن مثل هذه الأموال. لكن إحنا صرنا الزمن دلوقتي تفتح جمعيات يقولوا عليها الجمعيات الخيرية أو الجمعيات الأهلية، يقوم عليها أدعياء الدين يسعون إلى جمع الأموال من هذا وذاك وهذا وفلان وفلان، هذه أموال زكاة وهذه أموال صدقات وهذه أموال نذور وهذه أموال كفارات، يجمعوا الأموال وبعدين يجي يصرف الأموال دي فين؟ يقول لك أصل إحنا بنجهز اليتيمة. بتجهزها فيه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتم بعد احتلال. يعني اليتيم ده اللي هو ما دون سن الحلم لسه ما احتلمش، فإن كان ولدا دون سن الحلم إنما ينفق عليه لأنه لا يستطيع الإيه؟ القدرة على الكسب. وإن كانت بنت إنما نفقتها في رقبة ولي أمرها. فإن كان يعني إيه أبوها قد مات إنما هي في نفقتها في رقبة من يكفلها، يعني هي كل اللي أبوها توفى صارت بنت الشارع، يعني خلاص انقطعت علاقتها بأعمامها وبجدودها وبأخوالها وبجداتها وبأولاد أعمامها، كل انقطع، ولم تعد هذه الطفلة اليتيمة التي يقولون عليها طفلة لها ملجأ إلا أمها بس أو هي بس. يا أخي الله عز وجل يقول أولى لك فأولى. لكن تيجي الجمعيات الأهلية دي تقول لك أصل إحنا بنجهز يتيمة. طب أنت بتجهز يتيمة فين إذا كانت هي بلغت الحلم بل فاقت بلوغ الحلم؟ لأن الحلم في البنات إنما يحدث على يعني 10 سنين أو على 8 سنين أو على 12 سنة، ونحن نزوج البنت وفقا للقانون اللي هي أحوال المدنية نزوجها على 18 سنة. يبقى في واحدة عندها 18 سنة اسمها يتيمة؟ طب يتيمة كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتم بعد احتلام. وبعدين اليتيمة اللي انت بتتكلم عنها يتيمة دي إنما ذهبت إلى المدرسة وإلى الجامعة وتعلمت ولها يعني من ينفق عليها طول هذه المدة، لها أعمام ولها أخوال ولها جدود ولها أولاد عم ولها أولاد خال. لكن أنت بتتكلم عن إيه؟ يقول لك تزويج اليتيمات، تجهيز اليتيمات. طب تجهيز اليتيمات ده عاوز له إيه؟ يقول لك ما هو الزواج دلوقتي ما البنت مكلفة بغرفتين والولد والزوج مكلف بغرفتين. طب لما هي يتيمة تجيب غرفتين ليه؟ هي يتيمة، مين اللي كلفها بغرفتين؟ مين اللي كلفها بغرفة واحدة؟ مين اللي كلفها بالمطبخ؟ لما هي يتيمة والأصل أن هذه البنت أو أي بنت الأصل أن لها صداق في عنق من يريد أن يتزوجها. يقول ربنا تبارك وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة حق، قال وإن آتيتم إحداهن قنطارا، يقصد الصداق، فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإسما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وفي سورة النساء والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. يبقى الأصل أن هذه البنت التي يقولون عنها يتيمة لم تعد يتيمة لأنها احتلمت منذ أن بلغت 8 سنين أو 10 سنين أو 12 سنة أو حتى 15 عاما، احتلمت أو حاضت فصارت بالغة، فلما صارت بالغة لم تعد يتيمة. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لا يتم بعد احتلال. هذه البنت قبل أن تتزوج إنما نفقتها في عنق من يتولى كفالتها. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبوه هو في بطن أمه إنما عاش في كفالة جده، ولا قالوا لا تكفله أمينة بنت وهب، والله عاش في كفالة جده حتى توفى جده وهو في سن الثامنة، فانتقل إلى كفالة عمه أبو طالب. لكن هم بيصوروا لك لا طالما توفت يبقى انقطع ايه؟ انقطعت كفالتها. لم تنقطع كفالتها انما انتقلت الى عصبها، فانتقلت الى اعمامها او انتقلت الى ابناء اعمامها، وان لم يكن لها عصب انما انتقلت الى اخوالها او ايه؟ او ابناء اخوالها، ما تثبتش كده. طيب هب ان احنا انتوا عايزين تقولوا هي يتيمه، طب يتيمه الى ان احتلمت او حاضت، لكن دي بلغت سن 18 أو فاقت 18، يجيب لك واحدة عندها 20 سنة و22 سنة و25 سنة ويقول لك أنا بجهز يتيمة. وبعدين يجي يقول لك إيه؟ يقول لك إحنا حتى أقل حاجة نجهز لها المطبخ. طب المطبخ اللي أنت بتتكلم عنه ده في تلاجة وفي غسالة وفي بوتاجاز وفي أدوات مطبخ، يعني ممكن يكلف 30,000 جنيه أو 40,000 جنيه. في 30,000 جنيه تعد صدقة ولا أنت عاوز تجهزها بأي مسمى؟ فينفع ان واحده تاخد من اموال الزكاه 30,000 جنيه؟
30,000 جنيه ايه دي؟ يقول لك دي اموال زكاه او اموال صدقه. طب كيف؟ يقول لك ما هي يتيمه ما احنا بنجهزها. طب فين العرف اللي يجوز ليك ان انت تاخد 30,000 جنيه من بيت المال او تاخدها حتى من شخص يعني اعطاها لك من منظور ان دي زكاه او صدقات عشان تروح تديها لواحده بالغه ليست يعني بها عجز وليس بها مرض وليس بها شيء، بل يعني سوف تصير زوجة لرجل المفروض ان هو اشد منها. مين اللي جوز ليك تاخد 20,000 او 10,000 او 30,000 جنيه عشان تشيل بيهم آلة وتروح تحطها في بيت الاصل ان ده مش بيت الست دي انما ده بيت زوجها؟ ومين اللي خلى زوجها اللي واخدها ده متنطع عديم الدم اللي انت اللي خلاه الناس بتشيل له اجهزه تروح تحطها له في البيت؟ يقول لك مين؟ يقول لك اصل احنا جهزنا بها اليتيمه دي. ايها الاخوه والله هذا انحراف، هذا نلقى به ربنا تبارك وتعالى. يعني انا لو قائم على بيت من هذه البيوت التي يقولون عليها بيوت المال دي او الايه او المؤسسات الاجتماعيه دي، اروح امر على الناس اجمع اموال زكاه عشان يجي يقولوا لي بتوديها فين؟ اقول لهم بجهز بها اليتيمه دي. عملت لها ايه؟ يقول لك جبت لها غساله وجبت لها ثلاجه وجبت لها بوتاجاز. جبتهم بكام دول؟ ب 20,000 جنيه. خدت 20,000 جنيه من اموال الناس عشان تروح تديهم لوحده ليس بها عيب ولم تعد يتيمه لانها بلغت. والنبي هو الذي قال لا يتم بعد احتلال. تاخد واحده قد تكون مؤهله ومتعلم، تاخد لها 20,000 جنيه من بيت المال تروح تجيب لها بيهم اجهزه تحطهم لها في البيت، ولما نيجي نقول للناس انت ايه لما تعملوا ده؟ يقول لك يا اخي ده نوع من التكافل الاجتماعي. اي تكافل؟ والاصل ان هذه الاموال اموال الصدقات واموال النذور واموال الكفارات واموال الزكوات، الاصل فيها انها توزع على اصحاب الحاجات. هي دي صاحبه حاجه؟ هي دي صاحبه حاجه؟ الاصل ان الله عز وجل لما ذكر اموال الزكاه قال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضه من الله. بل الاعجب من كده، والله جلست احد يعني هؤلاء العاملين في مثل هذه الدور يقوم يقول لك ما هم اللي شغالين في الدور دول يعتبروا من العاملين عليها. ليه؟ لان القران بيقول كده. يقوم يقول لك فاي واحد من دول عايز يزوج ابنته انما يعني يزوجها من المال ده لان هو من العاملين عليها. هل هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم او قول احد من الصحابه او التابعين؟ يعني انا دلوقتي اروح اشتغل في جمعيه اهليه ولما تيجي تتزوج بنتي اخد لها امال اجيب لها ثلاجه وغساله وبوتاجاز اوديهم لها؟ ليه ده؟ يقول لك ما اصل انت من العاملين عليها فانت حقك تاخد من الاموال دي. والله وجدت من النساء من تعمل في مثل هذه الدور، وبعدين لما حبوا يجاملوها في زواج بنتها جابوا لها غساله عاديه وادوا لها في البيت، جت تاني يوم سابتها لهم وقالت لهم لا انا عايز غساله اوتوماتيك. ليه؟ ما انا من العاملين عليها، مش انا اولى بالمال ده. يبقى هل هذا شرع الله تبارك وتعالى الحكيم ام هذا تدليس من ادعياء الدين؟ ولما تيجي تقول لهم الكلام ده يقول لك يا اخي ده دين، يا اخي احنا بنعمل ايه؟ ده احنا بنجمع يا اخي اموال الزكاه من الناس عشان ننفقها على الفقراء. طب الانفاق على الفقراء ده يعني طعام وكسوه، يعني تكسيه او تملى ايه؟ تسد جوعه، او حتى لو كان نايم في الشارع سكنه. لكن انت بتنفق الاموال دي ان انت تروح تجيب لي بيها اجهزه تديها لوحده ليس بها عيب. يعني قد تكون والله تجاوزت العشرين ويجي يقول لك اصل دي يتيمه احنا بنجهزها. بتجهزها ليه؟ يروح يجيب لها شاشه تلفزيون ويجيب لها ريسيفر ويقول لك ما هي برضه ما تقدرش ايه تتزوج وتروح لزوجها غير لما تبقى، عشان ما تبقاش اجل من قريناتها، اجل من قريناتها بيه. لابد ان يعلم الناس، لابد ان يعلم الناس ان الاصل في الزواج انما هو صداق يعطى من الايه؟ من الخاطب لمخطوبته. وليس على البنت اي نفقه في الزواج، بل على العكس، من ارتبط بامراه وجب عليه ان يصدقها صداقها، ووجب عليه ان يسكنها من اينما يسكن، ووجب عليه ان يتكفل بنفقاتها، وان يتكفل بكسوتها، وان يحسن معاشرتها. يبقى تيجي دلوقتي المنظمات الغربيه دي تقنع البنت ان انت عليك نص الجهاز، عليها نص الجهاز ليه؟ وان كانت البنت هتساهم بنص الجهاز هبقى انها مقتدره وهتساهم بنص الجهاز. طيب هذه مساهمه. طب واللي مش قادره تروح امها مثلا تجيب لها قرض من البنك عشان تجيب لها اجهزه توديها لها في بيت راجل تاني هو الاصل ان هو يعني مفروض عليه كفالتها ومفروض عليه نفقتها ومفروض عليها سكنتها وطعامها وكل شيء. فيعني اي ضلال هذا تريده مثل هذه المنظمات؟ واي تدليس يقوم به هؤلاء الايه الادعياء الذين يدلسون على الناس
تحت مسمى ان احنا ايه بنجهز ايه تجهيز يتيمات. والله هذه قضية من يعني من ايه من القضايا الهامة التي وجب علينا ان ننتبه اليه. وجب علينا ان نعلم ان هذه الاموال، اموال الصدقات واموال الزكاة واموال النذور واموال الكفارات، هذه اموال خبيثة انما خرجت من صاحبها طفرة له، وهي تأخذ حكم الخبث فلا تستحل الا لصاحب ضرور اللي رايحة تتزوج دي. إن ما جابولهاش تلاجة جديدة وغسالة جديدة وبوتاجاز وطقم أركوبال وطقم صيني وطقم مش عارف مين، وبعدين يجي ويقولوا في الآخر أصل هذه فقيرة وإحنا بندعمها من باب إيه؟ من باب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أو من باب يعني من باب أنا وكافل اليتيم في الجنة يروح عامل لك كده. أيوه كفلت اليتيم، ده تكفو اليتيم دون سن الحلم، إن أنت تطعمه وإن أنت إيه تكسيه وإن أنت تلبسه وان انت تسكنه ان كانش عنده سكن. انما كفالة اليتيم ان انت تجيب له اجهزة ب20,000 و30,000 و40,000 جنيه تروح تديها لواحدة متزوجة من راجل ليس به عيب لمجرد ان احنا بنعمل ايه ان احنا ندق في اليتامى. والله هذا تدليس ابرأ والله تبارك وتعالى منه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.